8 صباحا بتوقيت القاهرة، نشرة إخبارية جديدة من القاهرة الإخبارية. البداية بأبرز العناوين. مندوب فلسطين بمجلس الأمن يؤكد أن إسرائيل ترد على محاولات التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بارتكاب المزيد من المجازر. عشرات الشهداء والمصابين في عمليات قصف لقوات الاحتلال على عدة مناطق بقطاع غزة. الولايات المتحدة توافق على بيع أسلحة لإسرائيل بنحو 20 مليار دولار، من بينها مقاتلات F-15. البداية مع تطورات الأوضاع في قطاع غزة. شهداء، قصف، دمار، جوع، فيش أكل. أكد مندوب فلسطين الدائم لدى مجلس الأمن رياض منصور أن قوات الاحتلال تستهدف الفلسطينيين وتعمل على نشر المجاعة والأمراض. وأضاف منصور خلال جلسة لمجلس الأمن لبحث الاعتداءات على مدارس النازحين، أضاف أن إسرائيل لا تكترث بإدانات مجلس الأمن وتتجاهل بياناته وترد على محاولات التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بارتكاب المزيد من المجازر. لا تكترث إسرائيل بإداناتكم، سأكرر، إسرائيل لا تكترث لإداناتكم، تتجاهل قراراتكم، لا تصغي حتى لمناقشاتكم. المندوب الإسرائيلي سيلعب مستخدما هاتفه المحمول بينما تتحدثون. أنتم كدول وكمجلس أمن تتحملون المسؤولية، كانت عليكم مسؤوليات التحرك منذ أشهر لوقف هذا الإفلات من العقاب. مع استمرار الإبادة الجماعية تتحملون مسؤولية الإتيان برد فعل لإنقاذ الأرواح البشرية والحفاظ على الأسس من أجل السلام والأمن للجميع وليس للبعض فقط. من جانبه قال مندوب الجزائر عمار بن جامع إن مجزرة مدرسة حي الدرج بغزة لم تكن لترتكب دون المساعدات السخية التي تقدم للاحتلال. وأعرب مندوب الجزائر في كلمته عن دعمه لجهود الوساطة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة. العدوان المكثف الذي تقوم به قوة الاحتلال الإسرائيلية على غزة تشكل تهديدا خطيرا لهذا القرار، وتحذر الجزائر من استمرار إفساد الجهود التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة. لابد أن ينفذ هذا القرار بشكل عاجل وناجع، وهنا تعرب الجزائر مرة أخرى عن دعمها لجهود الوساطة التي تبذلها تلك الدول الثلاثة، فلا مجال لتأخير المفاوضات أو تعقيدها أكثر بإضافة شروط جديدة أو مطالب جديدة. طالبت الممثلة الأممية للشؤون الإنسانية سيجريت كاغ بالوقف الفوري لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. كما طالبت كاغ خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، طالبت بتقييد بيع الأسلحة لإسرائيل وإلزامها بالامتثال لقواعد الاشتباك. تتكرر المطالب ولم تتغير، والمطالب كالتالي: الوقف الفوري للعدائيات وتحقيق وقف كامل لإطلاق النار والالتزام الكامل بالقانون الإنساني الدولي من قبل كافة الأطراف، وينطوي هذا الإطلاق سراح الرهائن كما ينطوي على حماية المدنيين وتلبية الاحتياجات الأساسية، بما ذلك بضمان تقديم المساعدة الإنسانية دون عائق في كل أنحاء غزة.
بما في ذلك عبر الأونروا. وأخيرا وكما ذكرنا من قبل في هذا السياق، فعلى كل دول الأعضاء أن تستخدم ما لديها من نفوذ لمنع انتهاكات القانون الإنساني الدولي ووقفها، بما في ذلك عبر الضغط الدبلوماسي والاقتصادي، وأن تضع شروطا لصادرات الأسلحة بحيث يشترط تصديرها في حال الامتثال لقواعد الحرب، وبالتعاون في جهود وقف ومكافحة الإفلات من العقاب. توقع الرئيس الأمريكي جو بايدن تراجع إيران عن توجيه ضربة انتقامية لإسرائيل في حال التوصل لهدنة في غزة. من ناحية أخرى، ذكر موقع أكسيوس أن وزير الخارجية أنتوني بلينكين أجل زيارته للشرق الأوسط بسبب عدم اليقين بشأن الموقف في المنطقة. هذا وأعلن البيت الأبيض توجه مستشاري الرئيس الأمريكي بيرت ماكجوريك وعاموس هوكستاين إلى الشرق الأوسط للعمل على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتهدئة التوترات. أكد نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أهمية إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار لإطلاق سراح المحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأضاف أن شركاء الولايات المتحدة بالمنطقة أخبروها بالعمل على إعادة حماس لمفاوضات وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن واشنطن ملتزمة بشدة بالوضع الراهن للأماكن المقدسة، وأي تحرك أحادي سيكون غير مقبول. وفيما يخص مستقبل الشعب الفلسطيني والقدرة على رفع بعض المعاناة وتخفيف الأوضاع الصعبة التي نراها في قطاع غزة، في نهاية المطاف الأمر يعود إلى السيد السنوار. وفي كرد على ذلك البيان الذي صدر الأسبوع الماضي، فإسرائيل أوضحت بأن لديها فريق سيكون هناك وأنها ستستمر في المفاوضات، ومن الضروري على حماس أن تفعل شيء ذاته لأن قد حان الوقت لإطلاق الرهائن ولرفع المعاناة عن شعب غزة، ونأمل أن تتقدم المباحثات كما قلت. تقول صحيفة هارتس الإسرائيلية إن موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المفاوضات غير واضح، فبينما يقول البعض أنه يعرقل الاتفاق، يقول حلفاؤه أنه مستعد لإبرام صفقة مع حماس بغض النظر عن تأثيرها على ائتلافه الحكومي. السنوار يسعى إلى التوصل للصفقة، لكن هل سيفعل نتنياهو؟ سؤال طرحته صحيفة هآرتس الإسرائيلية، وأجابت عنه بأن موقف نتنياهو يلفه الغموض ويعمه عدم اليقين. حلفاء نتنياهو يؤكدون أنه مستعد لإبرام صفقة بغض النظر عن تأثيرها على ائتلافه الحاكم، لكن المؤسسة العسكرية تشك في استعداده لذلك في ظل المعارضة المحتدمة من جانب وزراء اليمين في ائتلافه، حيث هدد العديد منهم بالفعل بالانسحاب من الحكومة إذا وافق على الصفقة. ومع ذلك فإن لا أحد يعلم ما الذي يريده نتنياهو. مراقبون إسرائيليون أكدوا أن نتنياهو سيواجه جبلاً من الضغوط الأمريكية للموافقة على وقف إطلاق النار لتجنب حرب إقليمية أوسع، بعد أن فتحت إسرائيل النار على نفسها بفتحها أكثر من جبهة حرب في آن واحد. حماس كانت قد طالبت بتقديم خطة لتنفيذ ما قدمه الوسطاء للحركة واتفقوا عليه بتاريخ 2 يوليو 2024، بناء على رؤية بايدن وقرار مجلس الأمن الدولي وإلزام الاحتلال بذلك، بدلاً من الذهاب إلى جولات تفاوضية أخرى أو تقديم أطروحات جديدة. ولكن وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال، بعث السنوار برسالة إلى الوسطاء وافق بموجبها على المشاركة في المفاوضات فقط إذا أوقفت إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة أولاً. وتؤكد الصحيفة الأمريكية أنه من غير المتوقع أن توافق إسرائيل على هذا الطلب الجديد للسنوار الذي قدمه قبيل جولة المفاوضات المقبلة، على أمل تحقيق انفراجة لا تؤدي فقط إلى اتفاق لتبادل المحتجزين وينهي الحرب في غزة، بل سيخفف أيضاً من التوترات الإقليمية وربما يمنع رد فعل حاداً من إيران وحزب الله. في الوقت الذي ذكرت فيه وول ستريت جورنال أن واشنطن لا تزال تأمل في أن تتمكن من إبرام اتفاق خلال جولة المفاوضات المقبلة،
كشفت صحيفة نيويورك تايمز استناداً إلى وثائق سرية عن أن الحكومة الإسرائيلية قامت بمناورات كبيرة خلف الكواليس لإضافة مطالب جديدة إلى المفاوضات يسعى من خلالها نتنياهو إلى السيطرة على الأوضاع وتنفيذ أهدافه السرية. فإلى متى سيتمكن نتنياهو من الاستمرار في هذه المماطلة التي يواصل في ظلها مجازره بحق الفلسطينيين؟ أفاد مراسلنا باستشهاد 7 وإصابة العشرات في غارة جوية إسرائيلية استهدفت محيط السوق الجديد في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما استشهد 4 وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي قرب مدرسة أبو عمرة بمنطقة أرض العزايزة في دير البلح وسط القطاع، كما استشهد 7 مواطنين وأصيب وفقد آخرون جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم البريج. أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 7 فلسطينيين بينهم أطفال جراء قصف الاحتلال منزلاً في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. هذا وقصفت قوات الاحتلال شقة سكنية في مشروع بيت لاهيا شمال غزة ما أسفر عن استشهاد شخصين. كشف تحقيق لصحيفة هآرتس الإسرائيلية عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم مدنيين فلسطينيين دروعاً بشرية في عملياته بقطاع غزة. كما كشف تحقيق صحيفة هآرتس عن أن استخدام المدنيين الفلسطينيين دروعاً بشرية يتم بمعرفة كبار الضباط في الجيش. المزيد في سياق العرض التالي مع الزميل ياسر رشدي. أهلاً بكم. الحرب الإسرائيلية على غزة أظهرت كذب ادعاءات جيش الاحتلال بأنه الأكثر أخلاقا في العالم، فشهور العدوان وصور الأشلاء والشهداء وحالة الجوع والدمار كاشفة لجرائم الاحتلال وكذب ادعائه، وهو ما شهد به شاهد من أهله. صحيفة هآرتس الإسرائيلية في تقريرها الذي عنونته بالجيش الإسرائيلي يستخدم مواطنين فلسطينيين دروعا بشرية، أثبتت بشكل جلي زيف روايات الاحتلال بعدم استهدافه المدنيين عمدا وكذب ادعاءاته الأخلاقية. ماذا تفعل دولة الاحتلال بالمدنيين الفلسطينيين وكيف يستغلهم جيشها دروعا بشرية؟ حسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية فإن أغلب من يختاره جنود الاحتلال يكونون في العشرينيات من أعمارهم بعد التأكد من كونهم مدنيين وليسوا عناصر بالفصائل الفلسطينية، ليتم بعد ذلك نقلهم للوحدات والكتائب الإسرائيلية المنتشرة في قطاع غزة وإجبارهم على ارتداء زي جيش الاحتلال لاستخدامهم في مهام خطيرة كدخول المنازل المهدمة أو المباني المشتبه في وجود عناصر فلسطينية أو عبوات ناسفة بها أو تفتيش الأنفاق بعد تزويدهم بكاميرات توثق تحركاتهم. الشاويش هو الاسم الذي يطلقه جنود الاحتلال على هؤلاء المدنيين أو تلك الدروع البشرية، اسم ووظيفة إجبارية مجندون بالإجبار في جيش الاحتلال، والهدف من تجنيدهم الإجباري هو حماية الجنود الإسرائيليين. وكما نقلت هآرتس عن جنود إسرائيليين قولهم نصا: إن حياة جنود إسرائيل أهم من حياة هؤلاء الفلسطينيين، والأفضل أن يبقى الجنود الإسرائيليون أحياء وأن ينفجر الفلسطينيون بالعبوات الناسفة. متحدث الخارجية الأمريكية علق سابقا على الصور والفيديوهات التي تكشف استخدام الاحتلال المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية بقوله: إسرائيل تحقق في الأمر، وهذه الفيديوهات لا تعكس قيمهم وتعد انتهاكا للأوامر العليا. غير أن مصادر لصحيفة هآرتس قالت إن القيادات العليا الإسرائيلية بما فيها مكتب رئيس الأركان على علم بالأمر، وإن جنودا أبلغوهم بأن استخدام الفلسطينيين دروعا بشرية يمثل نمطا ثابتا متكررا منذ بدء الحرب على غزة، وليس عملا منفردا، بل ويتعاملون مع الأمر كنوع من الفخر. ليست هذه
المرة الأولى التي يستخدم فيها جيش الاحتلال المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية كما كشفت صحيفة هارس. ففي العام 2002 وخلال عملية الدرع الواقي التي شنها الاحتلال على الضفة الغربية، كان الاحتلال يستخدم المدنيين كذلك في تمشيط المنازل قبل دخول جنوده، وهو الأمر الذي جعل المحكمة العليا الإسرائيلية تحكم طبعا دون جدوى بعدم قانونية مثل هذه الإجراءات، بل وصنفتها كانتهاك للقانون الدولي. قتل وتجويع ودمار، انتهاكات متكررة لجيش الاحتلال، أضيف إليها هذه الجريمة ليثبت لنا الاحتلال يوميا أنه الأكثر جرما في التاريخ، وأنه لا راضي له لا قوانين دولية ولا أعرافا إنسانية. انضم إلينا من خان يونس يوسف أبو كويك مراسل القاهرة الإخبارية. أهلا بك يوسف معنا، ما آخر تطورات الساعات الماضية لديك؟ نعم منى، هي ليلة دامية أخرى عاشها قطاع غزة جراء سلسلة الغارات التي شنتها الطائرات الحربية والطائرات المسيرة، واستهدفت في مجملها عددا من منازل المواطنين في مناطق متفرقة من القطاع. أبرز المجازر التي سجلت خلال الساعات الأخيرة استهداف منزل يعود لعائلة أبو ندى في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. هذه الغارة أدت لشطب عائلة كاملة من السجل المدني بعد استشهاد الرجل وزوجته وخمسة من أبنائهم، 7 شهداء وإصابة عدد آخر من المنازل المحيطة بهذه البناية، وصلوا إلى مشفى العودة بمخيم النصيرات. 3 من بين الشهداء هم من الأطفال، وصلوا أشلاء ممزقة جراء هذه الغارة. في مخيم المغازي أيضا استهدفت الطائرات الإسرائيلية منزلا لعائلة عيد، ما أسفر عن استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، وقد وصلوا فجر هذا اليوم إلى مشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح. في شمال القطاع وتحديدا في بلدة بيت لاهيا استهدفت الطائرات الإسرائيلية شقة سكنية، ما أسفر عن استشهاد 2 وإصابة 5 آخرين حسب المصادر الطبية الفلسطينية. كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية الأطراف الشرقية لمنطقة جباليا والأطراف الشمالية لبلدة بيت لاهيا. كذلك أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على أرض زراعية أقصى شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة. هنا في مدينة خان يونس تمكنت صبيحة هذا اليوم طواقم الإسعاف من انتشال جثامين 4 شهداء كانوا في شقة سكنية استهدفت عند منتصف الليلة الماضية فيما تعرف بأبراج مدينة حمد شمال مدينة خان يونس، ولم يكن بمقدور سيارات الإسعاف أو الدفاع المدني خلال ساعات الليل الوصول إلى هناك كونها من المناطق التي طالب الاحتلال الإسرائيلي القاطنون فيها بالنزوح نحو أقصى المناطق الغربية. لكن مع صباح هذا اليوم انتشلت جثامين الشهداء 4 التي وصلت إلى هنا إلى مشفى ناصر بالمدينة. جيش الاحتلال ما زال يتمركز عند الأطراف الشمالية الشرقية من مدينة خان يونس وتحديدا في أطراف بلدة القرارة ومنطقة الزنة. تقدمت قليلا هذه الآليات خلال الساعات الأخيرة نحو الأطراف الشمالية لبلدة بني سهيلة، لكن لا نتحدث عن تمركز لهذه الآليات بقدر ما هي تقوم بمناورات تتقدم فيها قليلا ومن ثم تعود نحو الأطراف الشمالية لخان يونس. وهنا لابد من الإشارة إلى أن جيش الاحتلال مساء أمس عاد مرة أخرى ليطالب بعض الأحياء السكنية في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس وتحديدا أحياء بلدة بني سهيلة ومنطقة المحطة بالنزوح نحو أقصى المناطق الغربية، بدعوى أن الجيش سيقوم بعمليات حسب ما يقول ادعاء الجيش في بيانه ضد من يسميهم بالمنظمات الإرهابية التي تطلق القذائف الصاروخية صوب البلدات المحاذية والمتاخمة لقطاع غزة، وكذلك بعد إطلاق الصواريخ باتجاه عمق منطقة تل أبيب. وإثر ذلك أيضا أعلن الاحتلال في الساعات الأخيرة عن إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام إدخال المساعدات إلى غزة،
وهنا أيضا لابد من التذكير بأن الاحتلال الإسرائيلي في ما مضى أيضا يحاول منع إدخال هذه المساعدات ويعمل على تقنين أعداد الشاحنات التي يسمح بمرورها إلى قطاع غزة. في مدينة رفح سمع دوي انفجارات عدة معظمها ناجم عن قيام جنود الاحتلال بتفجيرات لبنايات سكنية ومربعات سكنية بعد زرع الألغام فيها وتفجيرها عن بعد بتحكم إلكتروني، وربما الكثير من المشاهد وثقت مثل هذه العمليات. كذلك في المناطق الغربية من المدينة أطلقت المدفعية الإسرائيلية عددا من قذائفها صوب منطقة تل السلطان ومنطقة السعودي، لذلك عفوا لا تزال كل مدينة رفح هي منطقة خطيرة لا ينصح بعودة المواطنين إليها، لأن في الأيام الأخيرة ومع محاولات البعض العودة للاطمئنان على منازلهم في رفح تعرضوا للاستهداف إما من قبل المدفعية الإسرائيلية أو من خلال الطائرات المسيرة التي لا تغادر أجواء المدينة. نعم يوسف، يعني إجمالي عدد الشهداء والمصابين جراء الاستهدافات الأخيرة التي ذكرتها لنا، وأيضا هناك حديث عن مفقودين، كيف فقد هؤلاء؟ نحن نتحدث عن 17 شهيدا منذ فجر اليوم حتى اللحظة، معظمهم في المحافظة الوسطى وتحديدا في مخيمي النصيرات والمغازي. لكن حينما نتحدث عن مفقودين، هذا يعني أن المنزل الذي جرى استهدافه وانتشلت طواقم الدفاع المدني عددا من الضحايا فيه، بيكون الدفاع المدني قد أبلغ من أصحاب المنزل أن هناك أفرادا فقدوا ولم تعثر هذه الطواقم حتى اللحظة على جثامينهم. على سبيل المثال بالأمس في منزل عائلة أبو ندى وبعد انتشال 7 شهداء قيل إن شهيدا ثامنا وصلت أشلاؤه إلى مشفى العودة بمخيم النصيرات، ليتضح فيما بعد أن الأشلاء التي جيء بها إلى المشفى هي للشهداء 7، ولكنها وصلت في كيس بلاستيكي ظنت في البداية الطواقم الطبية أنها جثمان ثامن، لكن الحقيقة أنها أشلاء لأطفال ولأبناء عائلة أبو ندى الذين استشهدوا جراء هذا القصف الإسرائيلي. أيضا في مناطق أخرى يتم استهدافها لا تستطيع طواقم الدفاع المدني أو سيارات الإسعاف الوصول إليها، تبلغ من خلال بعض الأشخاص بوجود شهداء في المنطقة، لكن طالما لم تعد هذه الجثامين إلى المشافي تبقى في قائمة المفقودين الذين لا تعرف مصائرهم. هكذا تتعاطى وزارة الصحة الفلسطينية مع الأمر، لذلك مع كل غارة إسرائيلية وفي ظل شح الإمكانات لدى جهاز الدفاع المدني دائما ما نشير إلى وجود مفقودين أسفل الأنقاض لم يكن بمقدور الدفاع المدني في حينه انتشالهم، وربما عملية استخراج هذه الجثامين أحيانا تتطلب ساعات وفي بعض الأوقات أيام عدة لحين توفر المعدات اللازمة والاحتياجات التي يتكفل فيها البعض من أجل انتشال جثامين أبنائهم أحيانا. الزميل يوسف أبو كويك مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس، شكرا جزيلا لك. نتحول الآن إلى تطورات الوضع في الضفة الغربية المحتلة. فجأة ما سمعنا الصاروخ، شفنا أشلاء، فإجأ الثاني بده يسع فضربوا. الاحتلال الإسرائيلي مجرم بتهمة التجويع، كلهم فدى القدس. قاموا بتغريب الأهالي واعتقالات، وقاموا يعني باقتحام بعض البيوت، بصير اقتحامات للمستوطنين، بصير ضرب حجار، تفتيش سيارات. أصف الشاهد بدمه. استشهد طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عناتا شرق القدس المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الاحتلال استهدف الطفل أثناء عمله داخل مغسلة للمركبات. وأشارت مصادر محلية بأن قناصة الاحتلال أطلقوا الرصاص صوب الطفل بذريعة إلقاء الحجارة على جنود الاحتلال من خلف جدار الفصل والتوسع العنصري.
نددت منظمات ودول عدة بأداء وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن غفير ومستوطنين متطرفين الصلاة في باحات المسجد الأقصى، وحذرت من محاولات الاحتلال الإسرائيلي تغيير الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس المحتلة. تشهد مدينة طوباس منذ ساعات اشتباكات قوية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة، واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة الواد بمدينة طوباس مدعومة بطائرات استطلاع وعدد كبير من القوات والآليات العسكرية. وخلال الاشتباكات قامت المقاومة الفلسطينية في مدينة طوباس بتفجير إحدى آليات الاحتلال بعبوة ناسفة، كما قامت طائرة هليكوبتر بإخلاء جنود لقوات الاحتلال. وأثناء عملية اقتحام قوات الاحتلال حاصرت أحد منازل منطقة الواد وقامت بتفجيره. تنضم إلينا الآن من رام الله مراسلة القاهرة الإخبارية ولاء السلامين. أهلا بك ولاء، معنا ما تفاصيل اشتباكات مدينة طوباس وأسباب اندلاع هذه الاشتباكات؟ نعم، أهلا بكم. منذ ساعات الفجر الأولى قامت قوات الاحتلال باقتحام مدينة طوباس وبلدة طمون شمال الضفة الغربية، وعند المدخل الشرقي اندلعت اشتباكات عنيفة في المدينة ما بين مقاومين وأيضا قوات الاحتلال. تصدوا المقاومين بهذا الاقتحام بالاشتباكات المسلحة وأيضا بتفجير أكثر من عبوة ناسفة في آليات الاحتلال، مما أثر عن بعض جنود الاحتلال الذين أصيبوا خلال هذه التفجيرات، وقامت مروحيات بالهبوط بتلك المنطقة وإخلاء المصابين من جنود الاحتلال. أيضا قامت قوات الاحتلال بمحاصرة أحد المنازل في المدينة وطلبت من بداخله بالخروج، كما داهمت عدة منازل أخرى. وحسب بيان جيش الاحتلال قال بأن هناك عملية عسكرية تبدأ في هذه الساعات في مدينة طوباس وبلدة صمون، وتقول أيضا قوات الاحتلال أنها قامت بالقضاء على أحد المقاومين في تلك المنطقة، وأيضا أنباء تتحدث عن استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين. وكما تحدث بيان جيش الاحتلال عن اعتقال عدد من المطلوبين حسب زعمه، وتواصل
هذه العملية العسكرية المستمرة منذ ساعات الفجر الأولى. لا زالت الأخبار يعني لربما هي من روايات جيش الاحتلال، ولكن حسب الوكالة الرسمية للفلسطينية وفى أنباء عن استشهاد شاب في مدينة طوباس، وأيضا لا زال هناك تعتيم وإخفاء عن بعض المعتقلين الذي تحدث عنه جيش الاحتلال. بفعل أن قوات الاحتلال ما زالت مستمرة بهذا الاقتحام، يصعب على الفلسطينيين معرفة من هم الذين تم اعتقالهم من مدينة طوباس أو حتى في بلدة صمون. ولغاية الآن نتحدث عن أيضا نجاة طفل فلسطيني من طائرة مسيرة كادت أن تقتله في مدينة طوباس. بهذه الطريقة نجا هذا الطفل عندما هرب من هذه الطائرة المسيرة. الآن نتحدث عن شهيد. عملية مستمرة ما زالت منذ ساعات الفجر الأولى، واشتباكات عنيفة ضارعة جدا تخوضها المقاومة الفلسطينية في مدينة طوباس وأيضا في بلدة صمون. ونتحدث عن استمرار هذه العملية العسكرية. أيضا هناك بعض الإصابات في جنود الاحتلال، بفعل أن شهود العيان أكدوا أن طائرات مروحية هبطت في المكان وأخلت بعض الجنود الذين قامت بإصابتهم المقاومة الفلسطينية بفعل تفجير العبوات الناسفة محلية الصناعة. أيضا الاشتباكات المسلحة لم تكن فقط في مدينة طوباس، تحدثنا في صباح هذا اليوم عن مدينة طوباس، ولكن هناك بعض أنحاء متفرقة من الضفة الغربية كان هناك اقتحام لقوات الاحتلال واشتباكات مسلحة. نتحدث عن المنطقة الشرقية في مدينة نابلس بالتحديد في محيط مخيم بلاطة، حيث كانت هناك عملية عسكرية واقتحام لمحيط مخيم بلاطة، اشتباكات موسعة ما بين قوات الاحتلال وأيضا المقاومين وتفجير بعض العبوات الناسفة محلية الصنع. بعد ذلك انسحبت قوات الاحتلال، وبعد ساعات قليلة عادت باقتحام مدينة نابلس من جهة زواتة وحاج السرة، وقامت باعتقال أحد الفلسطينيين من حارة النمساوي أو حتى عمارة النمساوي في تلك المنطقة، وانسحب قوات الاحتلال. أيضا في مدينة جنين وبتحديد في بلدة يعبك كان هناك اقتحام موسع لقوات الاحتلال، قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع للمواطنين الذين قاموا بالتصدي لهذا الاقتحام، واختناقات لبعض المواطنين في تلك المنطقة. تحدثت أيضا عن منطقة عناتة استشهاد لطفل فلسطيني، قامت قوات الاحتلال باقتحام هذه المنطقة، وبعد ذلك قام قناص باغتيال هذا الطفل الفلسطيني وهو في عمله في بلدة عناتة. نتحدث أيضا في مدينة قلقيلية كان هناك تخريب ودمار شامل لمسجد الإيمان وأيضا غيرها من المناطق والأحياء في مدينة قلقيلية. نتحدث أيضا عن اشتباكات مسلحة عنيفة دارت في المكان ما بين المقاومين وأيضا قوات الاحتلال. إذا في الشمال الضفة الغربية هي اقتحامات متتالية، اشتباكات مسلحة سواء في مدينة نابلس في أيضا قلقيلية والآن مدينة طوباس وطمون، ولا زالت العملية العسكرية تحديدا في طوباس وطمون مستمرة. الزميلة ولاء السلامين مراسلة القارة الإخبارية من رام الله، شكرا جزيلا لك. قال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال باتريك رايدر أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة محتملة لبيع طائرات F-15 لإسرائيل مقابل 18.82 مليار دولار. وأضاف رايدر في تصريحات أو في مؤتمر صحفي للبنتاغون أن الخارجية وافقت أيضا على صفقة بيع محتملة لبيع صواريخ جو متوسطة المدى متطورة لإسرائيل بقيمة تصل إلى 102.5 مليون دولار.
نتحول الآن إلى تطورات الأوضاع في لبنان. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتعرض مناطق متفرقة لصواريخ أطلقت من جنوبي لبنان، ودوت صفارات الإنذار في عدة بلدات في الجليل الأعلى وفي منطقة ميرون. أفاد مراسلنا بمقتل شخصين جراء غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة على سيارة ببلدة برعشيت جنوب لبنان. وأشار مراسلنا إلى أن غارة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة رشاف بالقطاع الأوسط الجنوب اللبناني. وفي وقت سابق من اليوم استهدفت غارة إسرائيليتان بلدة شيحين بالجنوب اللبناني دون وقوع إصابات. أعلن حزب الله اللبناني استهدافه بالأسلحة الصاروخية موقع رويسات العلم في تلال كفر شوبة اللبنانية المحتلة، وقصف التجهيزات التجسسية في موقع مزغاف عام العسكرية الإسرائيلي. فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية إطلاق حزب الله أكثر من 7500 صاروخ و200 طائرة مسيرة نحو شمال إسرائيل، كما أشارت إلى مقتل 43 مستوطنا منهم 19 عسكريا وإصابة 271 ما تسبب باندلاع 790 حريقا في إسرائيل. قال الجيش الأمريكي إنه دمر زورقين تابعين للحوثيين في البحر الأحمر. وأضاف الجيش الأمريكي في بيان أن تلك الزوارق شكلت تهديدا واضحا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. أفادت تقارير إعلامية بأن راجمات الصواريخ التابعة للقوات الأمريكية المتمركزة في حقل كونيكو للغاز بمحافظة دير الزور في سوريا ردت على قصف قاعدة عسكرية أمريكية. كانت وسائل إعلام رسمية سورية قد أشارت إلى وقوع هجوم صاروخي استهدف القاعدة الجوية في حقل الغاز. في السياق ذاته أكد مسؤول أمريكي لرويترز إن المقذوفات التي أطلقت باتجاه القاعدة الأمريكية لم تصبها وأن الهجوم قد فشل. جدد رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان تعهده بعدم وقف الحرب ما لم تنسحب قوات الدعم السريع من المدن التي تسيطر عليها. وشدد في خطاب بمناسبة العيد السنوي للجيش على أن طريق السلام ووقف الحرب واضح، وهو تطبيق اتفاق جدة الموقع في 11 من مايو عام 2023. وتعهد بعدم المساومة أو المهادنة في حقوق الشعب السوداني المشروعة في استعادة الأمن والاستقرار والقضاء على ما وصفه بالعدوان الغادر مهما بلغت التضحيات، وفقا لتعبيره. أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الأدلة لا تزال تشير إلى أن الحريق الذي اندلع الاثنين الماضي في محطة زابوريجيا النووية والتي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا لم يبدأ في قاعدة برج التبريد أو بواسطة جسم غريب. وفي بيان للوكالة ذكر أن الأدلة التي تم جمعها تعزز استنتاجنا بأن الحريق الرئيسي من المرجح أنه لم يكن في قاعدة برج التبريد، وأضافت أنه تمكن من رؤية أجسام أو مواد غريبة في البرج المتضرر. وذكرت الوكالة أن الإدارة الروسية للمحطة أبلغتها بأن البرج ربما يحتاج إلى التفكيك. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن التوغل العسكري الأوكراني في روسيا
خلق معضلة حقيقية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأضاف بايدن أن مسؤولي بلاده على اتصال دائم بالأوكرانيين بشأن هذه الخطوة، مؤكدا أنه جرى إطلاعه كل 4 إلى 5 ساعات على تحركات أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي. واقتحم حوالي 1000 جندي أوكراني الحدود الروسية في الساعات الأولى من صباح 6 أغسطس بالدبابات والمركبات المدرعة. أكدت أوكرانيا سيطرت قواتها على 74 منطقة سكنية في كوريسك جنوب روسيا وتوغلها عبر الحدود لمسافة تتراوح بين 1 كيلومتر و3 كيلومترات خلال الساعات 24 الماضية. وقال قائد الجيش الأوكراني ألكسندر سيرسكي في إفادة للرئيس فلاديمير زيلينسكي، قال إن الجيش سيطر على 40 كيلومترا مربعا من الأراضي الجديدة في الساعات 24 الماضية. قال المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية إن بلاده ليس لديها رغبة في احتلال مدينة كوريسك الروسية. وأوضح المتحدث أن أوكرانيا تسعى فقط لحماية شعبها ولا تسعى لاحتلال أراضي دولة أخرى. ووصف المتحدث عملية التوغل داخل كوريسك بأنها أمر مشروع دفاعا عن الأراضي الأوكرانية. حذر المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب من تدمير الاقتصاد الأمريكي حال فوز منافسته الديمقراطية كامالا هاريس بالانتخابات الرئاسية. وأضاف ترامب خلال حديث عبر الهاتف مع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عبر منصة إكس، أضاف أن الرئيس الحالي جو بايدن مسؤول عن الاضطرابات السياسية التي يشهدها العالم في الوقت الحالي. في مكالمة استمرت قرابة 3 ساعات، أجرى المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب مقابلة عبر الهاتف مع الرئيس التنفيذي لشركة تسلا العالمية الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عبر منصة إكس، استحوذت فيها الملفات الاقتصادية والاضطرابات السياسية وملف الهجرة على الجزء الأكبر من المقابلة. الحديث بين ترامب وماسك الذي تابعه الملايين في داخل وخارج الولايات المتحدة تطرق إلى الصراعات القائمة في العالم، بما في ذلك الأزمة الروسية الأوكرانية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكذلك التصعيد الإيراني الحالي في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد أن الحرب في أوكرانيا لم تكن لتحدث إن كان موجوداً في البيت الأبيض حينها، كذلك أحداث 7 أكتوبر وعدوان غزة، محذراً من خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة نتيجة هذه الأوضاع. المرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية استعرض خلال المقابلة المطولة مع ماسك الوضع الاقتصادي للبلاد، حيث اعتبر ترامب أن ما يهم الناخب الأمريكي هو الاقتصاد والتضخم، لا سيما في ضوء ارتفاع معدلات التضخم بشكل واسع، محذراً من تدمير الاقتصاد الأمريكي حال فوز منافسته الديمقراطية كامالا هاريس بالانتخابات الرئاسية الأمريكية. I accept your nomination for Vice President of the United States of America. الرئيس الأمريكي السابق وعد أيضاً بتنفيذ أكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة إذا تم انتخابه في انتخابات نوفمبر المقبل، متهماً بعض الدول بأنها تعمل على إفراغ سجونها ومؤسساتها العقابية وإرسال هؤلاء الأفراد إلى الولايات المتحدة. المكالمة التي وصفها ترامب بأنها الأروع مؤخراً لم تخلو من مدح ترامب للملياردير إيلون ماسك، حيث أكد الرئيس السابق أنه يحتاج لشخص مثله لتطوير التعليم في الولايات المتحدة بعد النجاح الكبير الذي حققه في مجال السيارات الكهربائية. مقابلة ترامب وماسك شكلت أيضاً فرصة لعودة زخم ترامب مرة أخرى إلى منصة إكس، التي تأتي أيضاً في ظل تصاعد حدة التصريحات والاتهامات المتبادلة بين ترامب ومنافسته كامالا هاريس قبل الاستحقاق الرئاسي في نوفمبر المقبل. وفي مصر في مدينة العالمين الجديدة عروض مصرية فلكلورية خاصة
تنظمها وزارة الثقافة خلال أيام مهرجان العالمين في نسخته الثانية 2024، وتقدم فرقة أوبرا عربي إسكتشات من التراث المصري بشكل حديث وجديد، كما يستمتع الحاضرون باستعراضات لفرق فنون شعبية بألوان مختلفة من جميع المحافظات. الماضي والحاضر والمستقبل يستمتع بها الزائرون في مهرجان العالمين بمصر في نسخته الثانية 2024. أما الماضي فيراه زوار مهرجان العالمين بشكل جديد في فقرات حفلات فلكلورية تراثية تنظمها وزارة الثقافة المصرية بعروض لفرق الفنون الشعبية التي تجذب جميع الجنسيات من المصريين والعرب والأجانب وتضفي بهجة على أجواء المهرجان. جدول عروض حفلات الفولكلور الشعبي للفرق الغنائية التابعة مثل جميع أنحاء المحافظات المصرية بأشكالها وهويتها المتنوعة والمتميزة، وكان من بينها حفل فرقة أسوان للفنون الشعبية التي قدمت رقصات وعروضاً وسط تفاعل كبير من الجمهور، وتواصلت الفعاليات مع عروض فنية مستوحاة من فولكلور القناة قدمتها فرقة الإسماعيلية وبورسعيد بمصاحبة التنورة وآلة السمسمية. قدمت فرق المنيا والأنفوشي والغردقة والحرية للفنون الشعبية العروض التراثية الشعبية المميزة وأشكالاً متنوعة من الرقصات والعروض المصرية القديمة والحديثة. ولا تزال وزارة الثقافة تقدم عروض السيرك القومية في مهرجان العالمين، والتي تضم فقرات طبلة وحبل وشارلي والكرورة والمهرج والسيف والخنجر بالمنطقة الترفيهية. وزارة الثقافة المصرية أكدت أنه نظراً للإقبال الكبير على فقراتها قررت زيادة العروض المقدمة من الفنون الشعبية والفرق المتنوعة حتى نهاية شهر أغسطس الجاري. مهرجان العالمين احتفالية ضخمة متواصلة تضم كل سبل الاستمتاع بالشواطئ والرياضات والعروض الفنية ليلاً ونهاراً. أشاد الحاضرون بفعاليات مهرجان العالمين في نسخته الثانية المتنوعة والمختلفة، وأكدوا على تمتع مدينة العالمين بجاذبية وطبيعة خلابة وتنوع الأنشطة التي تضفي بهجة وسعادة خلال الزيارة. والله مدينة العالمين دي مدينة رائعة جدا، أنا عايش في باريس بقالي حوالي 43 سنة، كان نيس مونت كارلو كل الكوت دازور ده مش موجود في مدينة العالمين، لها روح جميلة قوي، حاجة جميلة فيها هواء نقي جدا، فيها كل حاجه جميله يعني مش موجوده بقولك في فرنسا يعني. والله انا جيت قبل كده مره قبل كده الصراحه حبيتها، فضلت في الذاكره عندي ان كل ما هاجي مصر، انا عايشه في باريس، كل ما هاجي مصر لازم هاجي مدينه العالمين على الاقل ازورها اقضي فيها يومين او ثلاثه. لا بصراحه المدينه جميله والعالمين الجديده حاجه تحفه، حفلات جميله بالليل والاكل والشرب والمطاعم، ومارينا هنا حلوه جدا، ومعانا الفاميليا كلها بقى مستمتعين كلهم. مدينة جميلة جدا، واحلى حاجة عجبتني فيها يعني ان هي متاحة لجميع الناس واي حد يقدر يخش، والاسعار مناسبة لجميع الناس يعني. فعلا الجو رائع والمكان نظيف جدا وفيه حاجات كتير قوي، فيه فرايتي في كل حاجة، في الريستورانت، في الممشى، في كل حاجة فيه تنوع يعني، والجو فعلا جميل جدا. لان فعلا دي حاجة حلوة جدا، النهاردة موجودة في مصر، موجودة على الساحل الشمالي البحر المتوسط. هنا طبعا معرفش، هنا في حاجة طبعا بتشدنا طبعا ليها كبلدنا أول حاجة، لكن حقيقة فعلا في روح هنا حلوة جدا مش هنقدر نلاقيها في أي حتة في العالم. اقتصاديا قال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا رافائيل بوستيك، قال إن البيانات الاقتصادية في الآونة الأخيرة أكدت ثقته في قدرة مجلس المركزي الأمريكي
على إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%. وأوضح بوستيك أنه لا يزال يريد الإطلاع على بيانات أكثر قليلاً قبل أن يكون مستعداً لدعم خفض أسعار الفائدة. وأشار بوستيك إلى أن تحقيق توازن المخاطر بين التضخم وسوق العمل أصبح قريباً، لكنه يريد التأكد من تجنب خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جداً حتى لا يضطر مجلس الاحتياطي لاحقاً إلى رفعها إذا تسارع التضخم مرة أخرى. وتتوقع الأسواق المالية على نطاق واسع أن يخفض الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 17 و18 من سبتمبر المقبل. انخفضت العقود الآجلة لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي مع انحسار مخاوف للمستثمرين من احتمال نشوب حرب أوسع في الشرق الأوسط، حيث لم تنفذ إيران تهديدها بالرد على تل أبيب بعد سلسلة الاغتيالات الإسرائيلية الأخيرة. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.61 دولار أو 1.96% لتصل عند التسوية إلى 80.69 دولار للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.71 دولار أو 2.4% إلى 78.35 دولار للبرميل. وتترقب الأسواق تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، والذي سيعطي قراءة حاسمة عن التضخم. استقر الذهب بعد أن عززت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة الآمال في خفض وشيك لأسعار الفائدة. يأتي هذا في حين تحول تركيز المتعاملين إلى بيانات تضخم أمريكية تصدر لاحقاً بحثاً عن أدلة على الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية. وبلغ الذهب في المعاملات الفورية 2465.27 دولار للأوقية، فيما هبطت العقود الآجلة للذهب 0.1% إلى 2504.5 دولار. ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية لشهر يوليو اليوم، وسط توقعات بارتفاع التضخم على أساس شهري إلى 2%. كما ستصدر بيانات مبيعات التجزئة غدا الخميس. وفي أخبار الرياضة، يلتقي ريال مدريد الإسباني مع أتلانتا الإيطالي في كأس السوبر الأوروبي بملعب وارسو الوطني. وتوج الريال بلقب دوري أبطال أوروبا، بينما توج أتلانتا ببطولة الدوري الأوروبي. فشل ليفربول الإنجليزي في ضم اللاعب مارتن زوبيندي إلى صفوفه بعد أن أفادت أنباء بأن اللاعب اختار البقاء في ريال سويسيدا. وضع الفريق الإنجليزي لاعب الوسط الدفاعي الإسباني على رأس قائمة أولوياته لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد. يذكر أن عقد اللاعب مع فريق ريال سويسيداد يتضمن شرطا جزائيا قيمته 51,600,000 جنيه استرليني. وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. مندوب فلسطين بمجلس الأمن يؤكد أن إسرائيل ترد على محاولات التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بارتكاب المزيد من المجازر. عشرات الشهداء والمصابين في عمليات قصف لقوات الاحتلال على عدة مناطق بقطاع غزة. الولايات المتحدة توافق على بيع أسلحة لإسرائيل بنحو 20 مليار دولار من بينها مقاتلات F-15. لمطالعة المزيد من الأخبار يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.نت. شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.